بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا هطلع بقى ايه الكتاكيت بتاعتنا. ده يا حبايب قلب البط اهو، كل يوم انا بصور لكم ايه مع كتاكيت البلدي، هو على طول لازق على السطح بياكل وبيشرب معاهم وكده. بس بصوا بسم الله ما شاء الله، البط المسكوف اهو، وده المولر اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنطلع بقى ايه الكتاكيت بتاعتنا ايه. وطبعا البطتين دول ايه بيتحبسوا معاهم، كل ما اجي ادخلهم يدخلوا معايا، حنينين بيخشوا ايه معاهم على طول. سمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي حبايب قلبي، حطوا الله يتحلوا بقلبكم كده. كانوا طبعا ايه محبوسين معاهم جوه. انا عايزه النهارده ايه اوزن الديوك بتاعتنا دي يا حبايبي. عايزه اوزن الديوك البلد دي، اشوف بس ايه تنفع تتحشي دلوقتي ولا لا. المهم ايه، طبعا البط عامل ثوره على السطح، عمال يطير ويروح ويجي. المهم ايه، طلعتهم يا حبايبي اهو، عملت لهم الخلطه اللي بالبصل والثوم والليمون دي، اللي التحبيشه اللي بنعملها لهم على طول، عشان طبعا ايه انتوا عارفين الحاجات دي كوكايه من الامراض والجو اللي احنا فيه ده، اللي مره حر ومره برد. المهم ايه، هنوزن مع بعض ايه كام ديك صغيرين كده، نشوف اوزانهم ايه عامله ايه، ينفع نحشي منهم ولا لا، نذبحهم يعني ونحشي. هنبدا بقى نوزن مع بعض يا حبايبي كده ايه، عمر شهر ايه وخمس ايام واسبوع حاجه زي كده. طبعا انا ظابطه الميزان اهو، هحط بقى الديك، بس ربنا يستر وما يطيرش، عشان ايه المفروض كنت ربطت رجليه وكده. اللهم صل على النبي. بصوا اه مش ماسكاه يا حبايب حبايب قلبي اهو، هو مكتفاه بس هو مش عايز ايه يهمد، بس اصبر اهو. كيلو الا 200، 900 جرام، 900 جرام اهو، بسم الله ما شاء الله. ده يا حبايب قلبي ممكن يتحشي، ده بقى حلو، ده ممكن يتحشي، حجمه حلو كده ايه، ممكن يتذبح ويتحشي. بس احنا هنسيبهم ايه 10 ايام تاني ولا 15 يوم. ده كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 800 ده يعني ايه داخل على 800 جرام اهو، عشان اهو ده 800 جرام يا حبايبي اهو، ده اقل من التاني شويه، 800 جرام. مش وحش ده لما يتحشي، جميل جدا. ده برضه اهو دخل على 900 جرام، ارفع الميزان اللي فوق التليفون، ما شاء الله اهو وصل ل 900 جرام برضه اهو، يعني فاضل له حبه ويبقى 900 جرام. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الفراخ البلدي يعني شهر وخمس ايام او اسبوع اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا حاجه جميله اهو. بص الرومي يا حبايبي اهو، ما بيتحبس لوحده، بياكل اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، بياكل والميه نظيفه قدامه اهو، هيروح يشرب برده من الميه، يعني بره ما بياكلش، بره بيتدلع، بيبقى عايز ايه بقى يجري على السطح ويطير وكده. هو بيحب الخلطه اللي فيها البصل دي، بس هو عشان بيطلع يلاقي البط حواليه والهواء وكده، عايز يطير بقى، هو بيبقى مبسوط بالجو بره والواسع وكده. ادعوا لنا بالبركه يا حبايب قلبي، وحطوا لي لايك حلو بقى منكم كده، وادعوا لي كده يا رب يخفوا بقى ان شاء الله، عشان هم ايه الجو هيبدا من هنا ورايح يبقى برد بقى، شكلي هنزلهم في الشقه اللي تحت تاني، عشان هنا الجو ممكن يبقى صعب عليهم، عشان بيعيوا كده بقى لازم انزلهم في الدفا بقى. المهم حطوا لنا اللايك الحلو بقى منكم كده، عشان ايه الفراخ والبط لما يتفقوا مع بعض، عايز ادخل الفراخ الكبيره، مبهدلين الدنيا. صلوا على النبي حبايب قلبي، وحطوا لنا لايك حلو كده بقى، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واللايك الجميل بقى منكم كده. طبعا انا بصورهم لكم يا حبايب قلبي يوم بيوم، ليه؟ عشان دي دوره احنا جايبينها مع بعضينا وماشيين مع بعضنا على طول، بنشوفها ايه يعني ماشيه كويس مش ماشيه كويس،
بالنسبه للرومي حلو، بالنسبه للفراخ البلدي جميله، الفراخ الرزي برضو جميله بسم الله ما شاء الله، فماشيه يوم بيوم حلو. من اول برضو البط ما بدانا برضو معاهم، البط جاي معاهم برضو بسم الله ما شاء الله، فكله ايه اللهم صل على النبي كله حلو. فبوريكم ان انا ماشيه ازاي، يعني ما تزهقوش ان انا كل يوم بصور لكم ايه نفس الطيور، عشان انا مش هجيب طيور من بره تاني واصورها. بسم الله ما شاء الله كذا نوع طيور انا بصور وبوريكم انا ماشيه معاهم ازاي، واللي بيعي عندي بقول لكم بيعي والحمد لله يعني بنعالجه بيبقى كويس ان شاء الله. طبعا ايه البط انتوا عارفين هو ما بياكلش مع الفراخ لما يبقى جعان قوي. انا كنت حاطه له ايه الظهريه كده، طلعت ايه رشيت السطح وحطيت له حبه اكل ايه عشان انا عايزاه زي ما قلت لكم اسمنه عشان نذبحه بقى ان شاء الله يشد حلو كده ونذبحه. فطبعا ايه شبعان، هو واخد جنب على طول جنب الميه، هو بيبقى قاعد جنب الطشت بتاعه على طول، البسين بتاعه اللي بيعوم فيه على طول، فطبعا ايه مش عايز يجي ياكل. دول اللي ما شاء الله هم ايه اللي جعانين اهم، فسايباهم انا ايه ياكلوا، بس النهارده ان شاء الله هحبسهم عشان الجو بدا يبرد بالليل عشان الكتاكيت ما تعياش من البرد ايه وتموت من البرد. انا بصور لكم بس البط عشان تشوفوه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي حبايب قلبي، حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم. صلوا على النبي حبايب قلبي، حطوا لنا لايك حلو بقى كده. طبعا ايه هم عايزين يبيتوا فهشهم بقى ايه عشان ياكلوا، عشان انا زي ما قلت لكم انا هحبس الكتاكيت النهارده مش هبيتها على السطح. طبعا العيشه عشان نضيفه انا منضفاها امبارح مش محتاجه تتنضف، ف والسطح برده كنت منضفاه فمش هنضف حاجه تاني النهارده ان شاء الله. هحطهم بس ايه هخليهم ياكلوا بس الاول، وبعدين ايه ادخلهم يبيتوا بقى في الاوضه ان شاء الله، وربنا بقى يستر على البط عشان البط مفيش عشان البط مفيش مكان ليه زي ما قلت لكم كده. انا قفلت معلش الفيديو وما عرفتش اكمله عشان الفراخ كان الديك بيموت في الفرخه جوه في الاوضه، فخفت عمال نزلت منه في الطبق بتاع الميه، عمال يجري وراها ونزلت في طبق الميه منه، فكنت بسلك بقى الخناقه دي. فطبعا ايه حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم، وزي ما بقول لكم انا هبدا ابيت بقى الطيور ايه في العشش بتاعتها عشان الجو في بالليل بيبقى فيه لسعة برد. انا طلعت النهارده الصبح بدري، الصبح كان فيه روميه من الرومي الاسود ده وقعت تحت على السلم، فطلعت اطلعها فعلا لقيت الجو فعلا برد الصبح يا بال بالليل بقى. فانا ايه هحبسهم بقى من بالليل لبالليل، مش هسيبهم على السطح. انا سيبتهم الايام اللي فاتت دي كلها، كنت كل يوم بسيبهم بالنهار وبالليل، اجي بس وقت الظهريه كده احبسهم عشان الحر، وبعدين اروح مخرجاهم العصر كده يفضلوا بقى ايه بايتين على السطح. بصراحه ربنا كانوا بيستمتعوا بقى بالجو جميل، لكن الجو دلوقتي بقى برد مش هينفع ايه سيبهم بالليل، لا هيعيوا. كفايه ان الرومي بدا يسهل اهو من البرد، وطبعا البط برده والحمام بتاعه برده مش عاجبني كده، بس ان شاء الله هنعمل لهم بقى ايه شاي بليمون ونعمل لهم شويه حاجات كده ايه وبن والكلام ده، مع ان لسه عامله للرومي بن بشاي بليمون قبل ما يعيا كده على طول. بس انتوا عارفين انا بلجا لايه في الاخر، هو الانتنال اللي بيجيب من الاخر الانتنال، وهندفي بقى الطيور من هنا ورايح عشان الجو ايه بقى برد خلاص. كل سنه وانتم طيبين عشان الشتاء داخله علينا، والطيور بقى مش هتبقى تستحمل. اللي هيجيب فراخ بيضه يدفيها، اللي عنده شويه طيور يحافظ عليهم من السقعه زي ما كنا بنخلي بالنا في الصيف لازم نخلي بالنا برده في الشتاء. هو الجو دلوقتي يعني لحد ما معقول، مش برد قوي ولا حر قوي، خريف حلو، بس بالليل الجو بيبرد. بالنسبه لايه بقى الكتاكيت الصغيره اللي الفراخ اللي هي البلدي ممكن ايه برده نحبسها، لكن البط ما بيبردش، البط ايه بيبلبط في الميه على طول، فبرضه ايه ولو برد بقى انا مش لاقيه له حل الا هنا بصراحه، مش هينفع ايه ادخله في اي مكان تاني مع الطيور. ان شاء الله دورته سريعه ان شاء الله ده وايه ويعني شهر كده ان شاء الله وندبح بقى بامر الله، او 20 يوم يبقى 50 يوم كده وندبح ان شاء الله. طبعا انا بقى اوزن معاكم في مره كده نشوف ايه الوزن وصل لحد فين، بس حابه كده لما اجيب بقى الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا هعملها له عشان ايه نسمن ان شاء الله بقى ايه، تديله بقى التسمين وتديله الطعم الحلو وتديله ايه اللون بتاع اللحمه الحمراء ده، يبقى اكنك بتاكلي لحمه عاديه. يبقى شوفوا كده ان شاء الله انا هوريكم الخلطه اللي انا هحطها هتعمل ايه وهتخلي طعم البط عامل ازاي. لو حد جربها هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده، الفول الحت والدشيشه والفول الصويا والعلف، كل ده بقلبه على بعضه، ولو في رده بقى ايه ندخلها في عيش ندخله، بس انا ايه بصراحه ما بلاقيش عيش ولا رده في المكان اللي انا فيه ده،
فبكتفي بالفول الصويا والدشيشه والفول الحت والعلف، الاربعه دول على بعض، وعليهم بقى شويه شطه كده حلوين، وبقلبهم كلهم في بعض. الشطه بتخلي البط ياكل على فكره، بتفتح نفسه وبتقتل الديدان والبكتيريا والحاجات اللي جوه في معده الطيور دي. فطبعا ايه ان شاء الله هجيبها ايه يومين ثلاثه كده، وهنزل اجيب ايه الخلطه دي واقلبها لهم على بعضها عشان نبدا ايه ناكلهم منها باذن الله. المهم ايه يا حبايب قلبي، تحطوا لنا اللايك الحلو بقى كده وصلوا على النبي، وبشكركم على التعليقات الجميله كل مره. اشكركم ربنا يخليكم، اشكركم ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا، الف شكر يا حبايب قلبي. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. طبعا انا قلت لكم ان البطه دي انا قستها لقيتها مش فاتحه خالص ولا قرات لسه، فطبعا سبتها دلوقتي بقى مع الذكر كده ايه على السطح، ولحد بس ما ربنا يسهل كده ايه ابقى اشوف لها مكان اعزلها لوحدها هي والذكر. بس حابه كده، انا مش عايزه اكلها من الاكل ده والله، عايزه اخف عليها بالاكل ده عشان ايه ما تسمنش وتقفل، عشان تبيض، لو سمنت وقفلت مش هتبيض. فانا شايفه من ساعه ما جبتها من عند اختي وحاسه ان البطايه الوظت كده وسمنت، عشان بتاكل علف هنا على طول، هناك كانت بتاكل دشيشه اي حاجه، كانت اختي ما بتقدرش تاكلها، كانت بتقول لي انا ما باكلهمش عشان ما يتقلوش عشان يبيضوا، يعني كانت باين عليها ايه بتبخل عليهم ولا ايه. هي تسمعني بقى دلوقتي تقول لي انا بخيله على الطيور اهو، بسم الله ما شاء الله الوظت كده وبقت حلوه، يعني ماشي واقفه جنب الدكر المسكوفي هناك اهي مقلوظه كده وحلو. فادعونا بالبركه يا حبايب قلبي كده، وما تنسوش اللايك الجميل، ويا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويحافظ لنا على طيورنا وعلى طيوركم كده يا رب ايه، اللهم امين يا رب العالمين. ادعونا بالبركه يا حبايب قلبي، وبشكركم جدا.